دي كيكه برضو، كيكه شتويه شويه. هي كيكه بجوز الهند وعصير الليمون، اسمها البابكا. المقادير الكيكه هي عباره عن 90 جرام او 6 معالق كبيره زبده وكوبايه سكر، 5 بيضات، 3 معالق كبيره عسل ابيض، لو مش متوفر عسل ابيض ممكن الجلوكوز، وعندنا كوبايه او كوبايتين الا ربع دقيق، و2 معلقه بيكنج باودر، و2 كوبايه جوز هند متحمص، و3 ارباع كوب حليب، وبشر 3 ليمونات وعصير ليمونه. طيب مدام نهى قالت مقادير الكيكه، هنستاذنكم ناخد فاصل سريع صغير قوي، بعد ما نرجع من الفاصل هنكمل مع بعض. ده شكل المكرونه، يا رب تعجبكم لما نرجع نعمل الكيكه ونوريكم شكلها. حد شاف فيها مكان عشان المحتوى الجديد دائما على تلفزيون الحياه بعد الفاصل. مع بعض نشوف الكيكه بسرعه. انت قلتي مقاديرها؟ اه، 6 معالق من الزبده وكوبايه من السكر وخمس، كانت عايزه كوبايه ونص بس انا قلت لها شيل نص، وخمس بيضات، وثلاث معالق كبيره من العسل الابيض او عسل الجلوكوز، وثلاث ارباع كوبايه من الدقيق. تلات ارباع كوبايه؟ لا، كوبايتين الا ربع. كوبايتين يعني كوباية كوب الا ربع، يعني كوب وثلاث ارباع، واحد بالزبط. كوب وثلاث ارباع، عشان بس تبقى مكتوبه صح. ومعلقتين بيكنج باودر، ومعلقه كوبايتين من جوز الهند، وكمان عندي ثلاث ارباع كوبايه من الحليب، وبشر ليمونه وعصير ليمونه وسكر باودر. هبدا احط الزبده بس اسرع بقى، لان احنا كده ايه، وهنحط يعني معاها السكر. احنا هنحط كل المقادير تقريبا مع بعض. طيب. حط البشر الليمون، انا هخلص لك الموضوع اسرع. وعندنا العسل والبيض، والبيض طبعا العسل بيدي تراوة شويه. هنقلب الخليط السائل ده مع بعضه شويه، وبعد كده هنضيف عليه بقيه الحاجات بتاعتنا. خلاص هنحط الحليب بتاعنا وكوبايه الحليب وهي شغاله كده، واخيرا هنبدا بقى نحط الدقيق. وهنجيب صينيه مربعه او مستطيله زي ما انتم عايزين، محطوط فيها ماده دهنيه ومدهونه، ومحطوط فيها ورقه زبده مدهونه بماده دهنيه، ونحطها فيها درجه حراره قد ايه؟ 180 درجه لمده 45 دقيقه. 45 دقيقه، يبقى درجه حراره 180 درجه لمده 45 دقيقه. بيبقى ده شكلها، بيبقى ده انت بتاكل في الوقت اكل يعني جري 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 جري، مصربعني على طول مجد. طيب. هي طبعا احنا خلصناها فهي طلعت بالشكل ده. كانت ورقه الزبده فين؟ اهي شايفين شكلها؟ هي بس هتحط عليها ورقه زبده كده، وتحط على وشها جوز هند او سكر باودر منور يا علي، او زي ما انتوا عايزين. انا هوريكم شكلها. تعالي حبيبي طبعا. نقفل كده ونوريكم. بصوا شكل الكيكه سايل. شكل الكيكه سايل، مش زي ما انتم متخيلين، مش متماسك قوي. هنصبها، وطبعا قوامها حلو جدا. انا بس عايز اقول لكم بعد ما نحط جوز الهند عليها، ادي شكلها اهو واحنا بنصبها، وندخلها الفرن 45 دقيقه على درجه حراره 180، وبعد كده تطلع بالشكل ده. نجملها بجوز الهند زي ما انتم شفتوا كده. يا رب نكون حلقتنا عجبتكم. انا بشكر مدام نهى على الحاجات الرائعه صراحه الجميله السلسه دي، وعلى حضور حضرتك وبرضه معلوماتك. انا اللي بشكر لحضرتك وبشكر حسن استضافتك.